اما هلا سلمى لوين رح ننتقل؟ رح ننتقل لمحطتنا التالية. يمكن حكينا ببدايه صباحنا عفاف انه اليوم عندنا محطه خاصه للامتحانات واقتراب الموعد الامتحاني. مثل ما بنعرف لما بيقرب موعد الامتحانات بيزداد الخوف وحاله الترقب وايضا القلق الامتحاني بالمنزل، مو بس عند اللي عندهم امتحان وايضا عند الاهل ببلش المخاوف. كيف ممكن ننظم هذا الموضوع؟ كيف ممكن نخوض الامتحانات بشكل جيد؟ اسئله كثير تتمحور حول السلوك الأسري وأيضا السلوك المجتمعي اللي صرنا نشوفه بالفترات الأخيرة حول حالة الامتحانات بشكل عام. اليوم رح نحكي أكثر بالتفصيل عن هذا الموضوع، رح ناخذ نصائح مميزة، خطوات ممكن تكون لها نتائج، لأن خطوات مثل ما بيقولوا مجربة، لأنه ضيفتنا لليوم هي موجهة تربوية وهي اختصاصية بطبعا التربية والأسرة وإلى باع طويل بهذا الموضوع، وقدرت أن تخرج كثير من الطلاب اللي شفناهم فيما بعد بأماكن مهمة. خلينا نرحب سوا بضيفتنا بالاستوديو الأستاذة يسرى عباس، موجهة تربية. أهلا وسهلا فيك أستاذة، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أهلا، صباح الخيرات. يعني هاي الفترة كتير حساسة وكتير من الأهالي يمكن عندهم أساليب مختلفة للتعامل مع الطالب خلال هاي الفترة، وممكن كمان يكون في كذا طالب عنده شهادة بنفس البيت، فهون يعني دور الأسرة كتير بده يكون له قيمة كتير كبيرة، ويمكن هو الأهم والأساسي. شو هو دور الأسرة بالضبط بتهيئة الطالب نفسيا خلال هاي الفترة؟ وكيف ممكن أنهم يقدروا يحفزوا؟ نحن هلا حاليا استعداد للامتحان، سواء المدارس ولا الاهالي ولا التربيه، المجتمع كله مستعد، لكن المنزل ماذا يحدث؟ معلمين حاله الطوارئ، اذا في حاله في شهادات في تاسع في بكالوريا بيكون عنده مثل الطوارئ. الحلقه الاولى الام اذا ما عندها غير ولد، تشوفي مستنفرين هي والاب عم بيعلموا، فنحن كل طفل كل له علاقه معينه وله وقت معين للمراجعه. مع دور الأسرة في هذا المرة، يعني دور تهيئة الجو الحالة النفسية لهذا الطفل للامتحان، ليس إعلان حال طوارئ. صح نحن عندنا طوارئ، يعني مو تضل أخذي راحتها زيارات فوتات وطلعات تليفونات واتس، لا، يعني أقل منها تتعايش الجو وتشارك ابنها وتشارك أولادها الحالة النفسية، بدها أولادها ينجحوا بدها تأمنوا الجو، هذا الجو تهيئة نفسية. التهيئة النفسية إشاعة الراحة والطمأنينة والهدوء، وإذا شافت ابنك قلق جدا تبعده، من يقلق؟ إذا طالب متفوق تجيب علامة تامة، الأول ما نزلت علامته هذا الطالب اللي بيقلق، والأهل كمان طالبين من ابنهم علامات عالية. نحن فقط يعني بتمنى من كل أم، هي الأم مين المرافق الطفل طوال العام؟ طبعا الأم أكثر من الأب بصراحة، ولو إنه الأم معلمة موظفة بتضل الأم قريبة من أولادها من ناحية تعليمية أكثر من الأب. الأب صح بيساعدهم وبيجيب لهم مكافآت وهدايا وبوسات وضمات وبيوعدهم، لأنه بتكون موجودة بالبيت أكثر وقت. إذن علينا بهذه المرحلة إذا في مشاجرات في عراكات في صوت عالي إشاء الهدوء المكان المناسب، إذا عنده غرف زيادة بالبيت بهيئوا له غرفة معينة، راحة معينة، إضاءة معينة، تهوية، حرارة، يعني إبعاد كل الحالات اللي بتسبب له قلق وزيادة توتر. ثاني شغلة يعني غير التهيئة النفسية، زرع الثقة فيه، أنت كل السنة درست في مذاكرات، ما تخاف رح تنجح، يعني نحن بس تشجيع، يعني الأم تشجعه وتحفزه وتعطيه شحن، ما بتعرف الأم شو عم ياخذ، بجوز يعني بجوز الأم ما كثير عندها فيه، أمهات تعرف كل تفصيلة كل كلمة حافظة منها أكثر منه. طيب هون بس بدي أسألك أستاذة يسرى، يعني كثير أوقات بنشوف في تأهب زايد عن اللزوم قبل الامتحانات، وخصوصا لما بيكون خليني أقول التلميذ هلا رايح لتاسع أو بكالوريا، قبل بسنة ببلشوا دورات صيفية بحفظوا المنهج، بيدخل على العام الدراسي عم بيراجع بهالمنهج، بيوصل لفترة الامتحانات ما عاد عنده قدرة يقرأ ولا يتابع ولا يشوف. قديه صح وقديه غلط؟ قديه شفتي يمكن هذا الشيء انعكس إيجابيا وسلبيا؟ نسب باعتبارك موجودة طبعا هذا الخوف هن الأهل بيزرعوا، هن اللي بيصنعوا، يعني هن حطوا بهالولد أو بهالبنت صنعوا الخوف والتوتر والقلق، وقالوا لي مين ما بيخاف من الامتحان، عند الامتحان يكرم المرأة ويهان، بكره شوف رفيقتك، بكره شوف، يعني يفضل انه ما يصير مقارنات مع ابن الجيران مع بنت العم بنت الخال. لا انا قصدي على التجهيز الدراسي، يصير مقارنه مثل ما قلت لك، انت
متميز، قدراتك زايدة، أنت كنت شاطرة، أنت متفوقة، وهلأ الفترة بجوز تظل بك رفقاتك بهالحكي. فتشجيع الأم وعطاء دائما كلماته وتذكيرة بكيف هي بحالاتها بأيام زمان، كيف مرت بهالحالة، كيف كان الفحص صعب. طبعا الامتحان كان هي أصعب فترات الحياة مرت على كل واحد فينا، يعني بيحاول يتذكر قديش فيها رعب خوف، إنه ينسى. النسيان هو ألد عدو للامتحان. فأنا عم بحكي للمراحل العليا الانتقالية. أما بالنسبة لطفل تلاقي الأم نازل وراها عم تدربه وعم قاعدفه. فلذلك نحن بالنسبة للحلقة الأولى بصراحة نصيحة خاصة لكل أم، لا تقعد أكثر من الساعة معه، يعني تدربه، تعمل له مثل نموذج مذاكرات، خطة تخطط له البرنامج. حتى الكبار تعمل له خطة يومية، خطة للبرنامج، شو يدرس كم مادة باليوم، وأفضل المواد يدرسها أول شيء الأسهل بيكون، هيك تمكن. ثاني شيء غير الخطة بتنظم له وقت النوم، وقت الاستراحة، يعني تكون مثل مدير أعمال هذا الطفل. بالنسبة لأطفال ما بيعرفوا، تحت الحلقة الأولى ما رح يعرف برنامجه، هي بدها تجبره وتقعده معه، وهي بتعرف إيه ما تعب، إيه ما تحاجته، خلص مواده. ونحن دائما في أمهات ضلت تعدلهم، هي قاعدة بالمطبخ، شو أعراب هاي، شو هاي، عدل لي. فنحن هلأ حاليا هيك، لكن لسه في ملاحظة تانية إنه عم تبعته على خصوصي. هلأ حاليا ما بتشوفيه إلا بالشارع. هلأ أطفال كله رايحة على درس الخصوصي، حال ما كأنه، يعني إحنا في بعض الأطفال انقطعت على الدراسة طلاب الإعدادي والثانوي، مع هيك بتشوفيه رايحين يا أستاذ طالع أستاذ فايت. بصراحة نحن هذا صار نوع من التقليد. يعني لا تصدقوا إنه مناهجنا كتير صعبة. تستطيع الأم بمجرد جلوسها مع ابنها من صف الأول البكالوريا تأسسه، مو الهمزات والتاء والقواعد واللغة كلها موجودة بالحلقة الأولى. صحيح. تجي الأسئلة بالبكالوريا على الكتابة، التاء المربوطة في شجرة، أو بنت على الكتابة الألف لينة، كلها أخذوها بالابتدائي. يعني فنحن بس يتمكن ويتأسس ما عاد ينخاف عليه بالمراحل العليا. فنحن لذلك على الأم أن تعطي ثقة وتحفظ مع ابنك، تدرس مع ابنا. ليش يعني ايمتى الطفل بده يتذكر بالمستقبل ولا امي علمتني هالشغله، كانت امي معي بهالصفحه، شو قد ركزت لي، قالت لي على المهمين اجوا. هلا ما عاد بيقول امه، بيقول انستي. فلذلك انا بتمنى يعني التالف والتقارب الاسري يضل موجود. فتشجع ابنها، تعمل له مذاكرات على نموذج المذاكره، تحط له اسئله، يعني كيف الاسئله بتجي يوم فراغات سل الى اخره، من ضمن احنا من ضمن اسئله الدرس تحط له اياهم وتروح تطبخ. طبعا من ناحيه ثانيه الاغذيه، في كثير من الامهات تقول والله اليوم راح اعمل لك الاكل الفلانيه الى اخره، لانه ابني عنده فحص. فنحن مو المهم، المهم الغذاء المريح لجسمه، ما يعمل له غازات، ما يعمل له قلق، ارتفاع ضغط. في اطفال بتعاني من المقالي مثلا بتزيد عندها، او الشحوم. ضروري طبعا الفطور، الغداء، العصائر، ما يكون شاي وقهوه على طول، ولا هداك الشاب اللي بيدخن، ما بعرف يعني في منهم بيدخنوا ارجيله الى اخره. يعني الام تنظم وقتها، تقول له يا ابني معلش هالفترة خفف، معلش. يعني ما عنده سيطرة، هلا صارت الأم ما عنده سيطرة على ابنها اللي قطع مرحلة المراهقة. تقول له ترك الدخان، ترك كذا، بس نحن تقول له مشان هالفترة لا تضيع تعبك، الامتحان هو يعني حصيلة نتائج كل السنة، يعني وسيلة، هو وسيلة وليس غاية، إنه ليدرس قياس تتمكنه باللغة العربية بهالمواد اللي أنت درستها. وعلى فكرة تخزين مؤقت للذاكرة، يعني الأم بكلمتها تعرف ابنك كيف بيدرس، يا بيقرا بصوت عالي، يا بيكتب، يا بيلخص، يا بيكتب. يعني كل معلومه حفظها بيكتبها. تقول له والله انا هيك كنت، فعلا المعلومه اذا كتبتها ما بتنساها بنوب. يعني هالقصيده ما عم تقدر تحفظها، اكتبها مرتين ثلاثه بتحفظها. نظريه بالرياضيات يعيد اكثر من مره، يتدرب لحل مساله، يحط الوقت الزمن اني انا خلال ساعتين لازم اخلص هالدرس، يتنظم له وقته، الساعه، الزمن. طبعا بالتعاون مع الخطه اللي هي عملت له اياها من اول امتحان، من ايمتى انقطعوا طلاب الشهادات؟ بالطلاب الابتدائي مثل ما قلت لك من الاول للسادس في نظام معين، يعني فيها تقعد نص ساعه مع الاول، الثاني ثلاث ارباع ساعه، الثالث ساعه، اكثر من هيك يعني ما في، يعني بيمل الطفل، بيضوج، بيتعب، في عندك فترات راحه. وعلى فكره ضروري يعني احنا الروتين اليومي، الاستحمام، الرياضه، التلفاز، مع التلفاز انا أني أعطيه شوية ولو نص ساعة، تعال نتابع المسلسل الفلاني، اقعدوا. طيب هداك الكبير بيحب يتابع رياضة، معلش مشان هالوقت ما يكون له ضغط 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 نفسي، يعني احنا مو كله دراسة، في منه ليلا نهارا. ولاحت أمه لساتك نايم، قوم مثلا. فنحن أحيانا يعني الأهل مثل ما قلت لك هن اللي صنعوا التوتر وهن اللي حطوا. فمتابعة يومية، عندك درس إجا الأستاذ مثلا،
هلا حاليا كله يمكن كمان كثر التخويف والترهيب من العلامات والفشل بيلعب دور كبير في الغذاء في الاستراحه في طبعا شافته وما شرب حطت له كاس عصير ضروري العصائر طبعا الطبيعيه فيتامين سي شو ما كان موجود بالبيت يعني السكر حتى يقدر يكمل لازم الغذاء يكون مستمر وخاصه فيتامينات بي موجوده بال طبعا بالقمح ومشتقاته يعني ما رح نقول اللبن ضروري يعني اللبن احيانا ممكن يعمل استرخاء للعصبي وينيمه يعمل له نوع من الخمول يعني زياده اللبن انه بيضل يشرب لبن ما بقى بيشجعه التركيز الزايد اللبن مغذي وفيه جميع المواد المغذيه وما يستغنى عنه الطفل ليصير عمره 80 سنه لكن بفتره الدراسه والحفظ يخفف منه بس بنجي نحن هي عم بحكي انا في بعض من النساء بيعطوا اولادهم فيتامينات يعني مقويه للذاكره غلط نحن حاليا نترك الطفل على راحته حكينا يمكن امبارح يمكن او اللي قبله بموضوع التغذيه مع اختصاصيه التغذيه بس بدنا ناخذ من وقتك باعتبارك متخصصه بالتربيه بعض النصائح التربويه خلينا سالتك قبل شوي انه اليوم قد ايه مهم فتره التحضير وايمت لازم تكون يعني مو بس خلال سنه الدراسه هل صح انه هنن قبل بسنه وسنتين يعملوا لهم دورات تدريبيه او لا بكفي السنه تبع الشهاده يتم الدراسه فيها يعني احنا شوفي مثل ما الاهل بالبيت طلاب الشهادات او طلاب التاسع بتشوفي وراهم بالتنظيم وبالوقت والاخره وهيك دروس وهيك كل تتركه على راحته يعني احنا وجبه الفطور ضروريه وجبه الغداء بالنسبه للتربيه احنا وزاره التربيه هلا مستنفره اكثر من الاهل بالبيت والمجتمع استعداد للاسئله استعداد للعمليه الامتحانيه بالمدرسه طبعا احنا كموجهين بنشرف على الاسئله بنشوف دقه الاسئله بنطلع اذا كانت شامله بكل مدرسة الأعداد الطلاب تهيئة المقاعد تهيئة المكان الأنسات موجودين متواجدين فنحن هذا الاستنفار موجود بشكل طبيعي العملية الامتحانية ضروري فنحن هلا عم نجهز للانتقالية الأربعة 17 شهر وبعد الانتقال بيجي يومين ثلاثة بيجي الشهادات فنحن الأهل طوارئ مستمرة يعني موجود في البيت مستنفرين لذلك نحن بتمنى منهم تشجيعهم تحفيزهم ما يعطون هيك نوع من القلق والتوتر حتى عندك البيض يعني بشكل صح لا صار غالي بس البيض بيقولوا بيقوي الذاكرة في أغذية بتقوي الذاكرة المكسرات بشكل عام لأنه لب الثمار ففيها فوسفور الفوسفور هو غذاء الدماغ فنحن الطفل لما عم يحفظ ويسترجع وبده يخزن لاحظي هالكتاب شاب يعني بكالوريا ولا تاس يحطه بمخه بس لا يفوت على الفحص مؤقت تخزين مؤقت فنحن لذلك قديش بده هدوء ما بده إنارة قوية ما بده هواء ما بده شيء صوت إذا أم بالبيت صرخت أو ولد أو أب أو صوت عالي بيوتره بيرجعه لفترة أنه ما بقى ركز التركيز ضروري فلذلك نحن على الأم بالبيت إشاعة الهدوء والراحة موسيقى في أطفال طلاب وبنات ما بيعرفوا يدرسوا ولا موسيقى حاطين هون قالوا حاطين الكتاب لما عم تطلع من الشباك شو عم تعمل بنت حتى السمع فنحن مو غلط ياخذ شوية استراحة على الموسيقى الرياضة حتى إذا بده تشوف رفيقته أو هو بده يطلع يزور رفيقه كمان حتى ممكن بيقول لك بده يروح يلعب رياضة في أطفال طلاب متعودين يطلعوا نادي رياضي ما يقطع روتينه فالرياضة ضرورية الاستجمام الراحة الريلاكس بعدين فنحن في بعض الناس تركز والله في منهم بيدرسوا 24 ساعة بتشوفي قاعد البنات ما شاء الله الدريسات بتقعد على الكتاب بيلحقوا ما ريحي حالك في ناس هيك وفي ناس بتلاقي لاحي أولادها دروس فأنا لما من نوع الأهل أنا بعرف حالي بحب أدرس لحالي إذا إجت أمي وقالت لي درسي ما بقى فيني أدرس بشعر حالي توترت يعني أنا هي شغلتي شو عم تقولي أدرس شو بيعرفها أني أنا مقصرة فلذلك بتمنى من الأم تترك أولادها بهالفترة فقط تأمن لهم الطعام الراحة النفسية بدون حكي بدون مقارنات بدون ذكريات خلينا بس سيدة يسرى نعرف شيء مهم منك إنه الأسئلة هلأ بالمرحلة الانتقالية عم تكون من الوزارة وكيف عم يكون استعداد وزارة التربية بالمدارس؟ يعني نحن ما فينا يعني نقلها للأم هيك وهيك ساوي لكن بالنسبة بس للأطفال بس الأسئلة يعني جاية من الوزارة هلأ بالمرحلة الانتقالية ولا كيف؟ الشهادات العليا نحن طبعا نحن عنا هلا حاليا تركيز ما في عنا اسئله من الوزاره هلا المرحله الانتقاليه فقط الشهاده في عنا شيء جديد هلا السنه على اسئله الشهادات الجغرافيا حتكون ماده مؤتمته الاسئله فيها اتمته طبعا مثل اتمته الجامعه تماما يعني فقط ماده الجغرافيا البكالوريا الادبي يعني العلمي ما صرحوا لنا لسه فيها شيء بس انا هي سمعنا فيها خلال السنه
بالنسبة للشهادات طبعا نظام معين فترة معينة، لكن بالنسبة للأهل مثل ما قلت لك يكون حاطة برنامج استذكار له مادة مادتين باليوم، أكثر من هيك غلط، وخطة، وضمن هالخطة أنه خلصت هالمادة نبلش بالمادة الثانية، ما يصير ضغط عليه. يعني أنا لما بوجه ابني بيكون من خبرة، يعني الأم مارة بهالمرحلة وأبوه مارر ودارسين، ما يكونوا، ما عاد في عنا أمية، ما بظن في أمية هلأ حاليا، الأم بتعرف فترة الامتحان والدراسة والحفظ والتكرار. ففي طفل بتشوفه كتير عم يكرر، بتقول له ما بتقول له هلأ بتنسى، شوفوا عبارة كلمة هلأ بتنسى بيروح ينسى، فما بضل. طيب الأتمتة للطلاب الأدبي يعني رح تكون العبارات هي بتأثر، كل كلمة بتقولها الأم خلال فترة كمان هو رايح على الامتحان تأمل له، صحيح الألم هي إلها تأثير، والمقلمة اللي فيها المواد وكل شيء يعني، ووجبة الفطور، وفي منهم عم يروحوا معهم لأولادهم على المدرسة، يعني الشهادات الانتقال إذا صف أول يعني بيروحهم. لكن نحن بالنسبة لنظام الشهادات ما بعرف ليش الأهل أخذين أولادهم وجايبينهم وناطرينهم على الباب، تشوفي يعني ما بعرف يعني، هو لك الدعاء لهم والله يرضى عليك، حلوة كتير هالعبارة، هو طالع الطفل. وأنا قلت لهم مع بوسة الإيد، رجعوا لي بوسة الإيد، الطفل يبوس إيد أمه إنه أخذ رضاها، إنه مبسوط مطمن، يا رضا الله ورضا الوالدين. أنا هي برأيي مهمة. خلينا بس نوضح شغلة للمشاهدين، يمكن طلاب الأدبي هلأ كتير ناطرين ترجع تعيد المعلومة، الأتمتة رح تصير بهذا الفصل بال 2023 ولا للسنة للعام القادم؟ يعني احنا يعني العمل هلا حاليا معلومات مؤكده او غير مؤكده، بس مشان ما يطلع بعدين، بتعرفي نحن اعلام رسمي، فاي معلومه بتطلع عنا اذا ما انا مؤكده مشان ما نعمل اشاعه او نصير هي. فهل انتم سمعتوا كموجهين ام اجاكم خبر مؤكد انه هي الماده رح تكون هيك؟ يعني التشجيع والتحفيز والحماس من الاهل لاولادهم. حضرتك عم جاوبين عن سؤال ثاني، متابعتهم بس سؤال واحد بس جاوبين عليه، هاي المعلومه مؤكده اللي قلتيها حضرتك او غير مؤكده بالنسبه لماده الجغرافيا؟ يعني احنا بس ماده الجغرافيا فقط. يعني مؤكده المعلومه؟ اكيد السنه رح تكون الماده مؤتمته، مؤكده هي المعلومه. تمام، لانه اليوم اي شيء بينحكى عنا على الشاشه وخبر، بتعرفي حضرتك اكيد مشان ما يصير في لخبطه او اي شيء. لا ما في، نحن ما عندنا هيك شيء نصمنا، بس هي اكيد. يلا ان شاء الله تكون هيك الامتحانات سهله ورائقه للطلاب. وعم يقولوا كمان انه وجود المراقبين ما راح يكون مشان ما يوتروا الطلاب ضمن القاعات، مزبوط ما راح يكون في مراقبين من الوزاره يفوتوا على قاعات الامتحان؟ في هيك شيء، نحن عنا دائما نحن يعني بالمناهج الاهل لازم يكونوا على درايه شو عم يعطوا بالكتاب، فالام لما تكون عم تتابع مع اولادها تتابع هالموضوعات هي، والاسئله اللي عم تجي بالمنهاج بالمفحص والامتحان من ضمن الكتاب، يعني ما رح يجيبون الاسئله من اول الكتاب. نحن بالنسبه للانتقال اللي عم بحكي، طبعا الشهاده الكتاب كله، وبيكون عندهم علم نماذج دورات، وما بيتفاجئوا الطلاب، يعني نحن صدفه بيطلع موضوع تعبير من خارج الكتاب احيانا، فهذا الطالب ونين يعني اذا قالوا له اكتب رساله الى صديقك ومن خارج ما رح يعرف. فنحن على الاهل دائما يدربوا اولادهم على مهارات عليا، سواء بالرياضيات سواء بالعربي، فيقولوا له توقع يجيبوا لك سؤال على الوطن، توقع يجيبوا لك سؤال على السياحه، يعني تعجب الاهالي بيقولوا والله جاي سؤال من خارج الكتاب، يعني هيك توقع بالبعض الامتحانات. طرح كثير من الاخبار والشائعات وصفحات رسميه حتى ذكرت شيء انه ما راح يكون في وجود للمراقبين بقاعات الامتحان مشان ما يزودوا على الطلاب الخوف والترهيب، يعني نتيجه الظروف يلي كنا مارين فيها من زلزال، من هذا الشيء كله اثر وعمل صدمات نفسيه لاغلب الطلاب او اذا مو لكلهم يعني. فما راح يكون في مراقبين، صح هي المعلومه ولا لا؟ يعني احنا عنا بالمدارس كانت ابتدائي ولا حلقه ثانيه ولا شهادات، المعلمات بيكون عددهم كافي كمراقبه بالشهادات، كله بيلتحق بالعمليه الامتحانيه، لكن نحن بالمدارس بيكون انستين بيراقبوا الصف اذا كان ثلاثه ثلاثه بالمقعد، بصير عمليه نقل بصير كذا، لكن بتقول له الانسه اقعدوا وخبوا عن بعض بشكل ما طلع. ففي مدارس عنا اعداد كثيفه بصراحه، يعني مو كل مدارسنا مرتاحين طالبين فبيحطوا هيك دفتر وبيغطوا، فنحن بتعلم الانسه انه يعني تعبكم كل واحد لا يضيع تعبه، وما حدا الامانه مزبوط. عدم الغش، ويكتب بثقة وخطه حلو، تنظيف الورقة تكون ورقة نظيفة، يقراها منيح ما يطلع نسيان شي سؤال، تضل تركز عليهم
الانسه يعني ملاحظات الانسه ومتابعتهم هن عم يكتبوا مهمه. اكيد اكيد. اليوم اخذنا هيك معلومات كمان من حضرتك عن هذا الموضوع، بنتمنى اكيد لطلابنا بكل الشهادات التوفيق يا رب والنجاح، واكيد هي مرحله صعبه ولكن هي مرحله تاسيسيه، خليها تكون بدايه مراحل مهمه بحياتهم ما تكون سيئه عليهم. نتشكرك لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك. شكرا لك. اهلا وسهلا.